كارت مجدي حشيش. وفي دي كارت امام. خد حط. قلتلك العينة اللي طلبتها، شعر صفات يتحط في ضوافر البت اللي اسمها حبيب، وادي العربون كمان، يعني خلاص مالكش حل. هتستفيدوا ايه لما تلبسوا الحكايه لصفات؟ انتوا كويسين يا اولاد؟ لا لا لا، ده انت قطعتي لحظه حساسه خالص، كان بيشكلي هم. الله، طب ماشي حلو يعني، بس انا وفروحه جهزنا لكم حته عشوه خطيره. ماشي يا قلبي، روحي واحنا جايين وراك على طول. لا مفيش جايين وراك، وبقول لكم العشاء جاهز واتحط على السفره. انا بقول لك لحظه حساسه جايين وراكم. علي ما تمشيش ورا الواد الصايع ده، احنا مش هناكل من غيركم. ها يلا. قاعدين بيحكوا، بس احنا هنستناهم. ان جيتي للحق انا مبسوطه انهم لقيوا بعض، حاجة كده تفرح القلب. قاعدين يحكوا في أسرار ويتودودوا. وأنا كمان مبسوطة إن بقى عندي أخ زي حسين، جدع قوي بجد يا طنط. ربنا يحميكوا ويخليكوا لبعض يا حبيبتي. قولي لي بقى، كملي لي خناقة الجامعة. وطي صوتك، ما تفتحيش الموضوع ده مع أي حد، وخصوصا ماما. أنا وعدت علي مش هقول لها. يا بنتي وإحنا فين وماما فين؟ ماما هناك في البيت، اللي متلقحين جوه دول إخواتك اللي كانوا معاكي في الخناق. وبعدين اطمني، اللي هيتقال بيني وبينك هيفضل بيني وبينك. احنا دلوقتي معانا الدليل اللي ابوك كان هياخده ويطلع بيه على النيابه. رسائل من مسعد وبصوته، فلوس، معانا كل حاجه. على احنا مستنيين ايه؟ ما اروح. مش فاهم. بقول لك معانا كل اللي كنا بندور عليه. خلاص. روح النيابه. قول لهم ابويا مرتشي وضلل العداله ودخل واحد السجن بريء مالوش ذنب. يا حسين دي بقت قضيه راي عام. يعني بدل ما نستر ابوك هنفضحه. يا جدع انت فضيحه ايه؟ ما هو ده اللي هو كان عايزه من الاول، ولا ما كانش قال لنا علن ان هو يطلع النيابه يسلم نفسه؟ ما كانش قال لنا ان في دليل اصلا. محتاجه تفكير برضه. انا اللي انا مش فاهم، مجدي حشيش ايه علاقته بالقصه دي كلها؟ سناء حرضت مسعد يقتل حبيبة، دفعت رشوة كبيرة لمجدي حشيش عشان ما يطلعوش من القضية. يبقى الموضوع كله عند سناء وصفة. ماشي، لو الحكاية جاية من عند سناء، أبوك مخلي كارت مجدي حشيش معاه ليه؟ يبقى مجدي حشيش هو كبير الموضوع ده كله. حرض مسعد يقتل حبيبة، وحرض سناء تجيب شعر من صفوت عشان يلبسوا القضية. يبقى مجدي حشيش هو اللي محرك كله. ماشي ماشي. القصة الجميلة دي بقى كلها يا علي، ايه علاقتها بأبحاث حبيبة؟ يبقى الكارت التاني اللي ابوك سايبه، شركة الأدوية دي هي اللي خديجة عملت كامبين على السوشيال ميديا عشان تفضحه. خديجة دي لازم تأمن لك أكتر وتتكلم، احنا لازم نعرف هي تعرف ايه. هتتكلم، بس أنا برضه محتاج أفكر قبل ما أعمل أي حاجة. احنا هنتصرف ازاي دلوقتي؟ احنا كده لازم قبل ما نخطي اي خطوه نعرف امي وامك. الحوار ده يخص ابونا، ما ينفعش نتصرف بدماغنا. هما كده كده هيعرفوا. بيعرفوا دلوقتي ومننا، لو عرفوا من بره مش هيسامحونا. المهم دلوقتي نلحق التانيين قبل ما يلبسونا في مصيبه تانيه. احنا معانا عليهم دليل، بس هم عملوا فيديو. ممكن. لا بقى يا ولاد، ما ينفعش كده، احنا مستنيين بقالنا كتير قوي. ما تيلا. انا بقول لك لحظه حساسه. معلش بس هو كان بيشكي لي همه. معلش، وانا وفرح ملناش دعوه برضك. يلا. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.